أضعف حمام كانت في الحارة هاي حمام العبد لله. بس كان عندي ظروفي، كنت أنا بشتغل يا إخوان ووضعي بالمرة منحوت نحت، وعلي التزامات الله بيعلم فيها، ولحد الآن علي التزامات الله بيعلم فيها. فكنت بطلع الساعة 7:30 بروح على 5:30 6 بفتح على هالحمامات بعشيهن بلفهن لفتين فوق راسي وبحططهن. ولا عمري بحياتي كشيت صبح. ليش ما عمريش كشيت صبح؟ لأن يوم الجمعة كنت أحيانا أداوم، يعني كش الصبح ما كنت أكش، موعد ما كنت أطلع موعد. أنا بني آدم بحب الحمام وبحب الزق، كنت منتج زقيق. الفرخ اللي بيطلع عندي يا ببيعه يا بعطيه لواحد من أصحابي يا بوزعه لأي واحد إيش بيجيني زيارة. تمام، هاي قصتي بالتفصيل عشان تعرفوا. وأنا لما بقول لك قصتي ما بستحي ولا بخجل. هسه بقول لك ليش ما بستحي ولا بخجل. أضعف واحد كان في كل الحارة هاي بنضرب له حمام أبو يوسف العبد لله. تمام، ومش عيب ينضرب لك. تعرف شو العيب؟ إنه ينضرب لك وما تسدش ضربتك، وما تسد ضربتك. أنا هيني بصور واضح كل حارة بتعرف. الزلمة واللي بيحكي حاله كشيش يجي يقول لي أنت يا أبو يوسف معلمتش علي. أقل واحد مش معلم عليه، معلم عليه بخمسة. تمام، شوف كيف الشطارة، إنك أو العيب، أو مش عيب إنك تعترف إنك كنت هيك، بس العيب إنك ما تسدش. تمام، المهم كنت أضعف حمام بالحارة. واحد هان أنا وياه صيد إنه 11 سنة، صادني بثلاث ريحاني وبتنجاني وجلف. واحد هان صاحبي صادني بسبعة. واحد هان صاحبي وكنا أنا وياه صيد هذا صادني بخمسة، منهم أبلق أحمر ونوري أسود بشلوك شلق. تمام، صادني فيهن خمسة راس واحد. صاحبي هذا كنا أنا وياه صلح صادني بسبع فراخ ورجع لي إياهن الله يبارك له. تمام، هذول يعني أنا ما بنساهن. انصدت بخمسة وبستة وبسبعة. بس أنا كان عندي ظروفي الخاصة إنه أنا مش فاضي. أنا كنت زقيق، بطلع على المغربيات بنزل على الساعة 9:10 بالليل من على السطح. تلقاني بطعمل الجواز هدول، بركب الجواز على هاد، بنظف عند هاد. والله العظيم يا اخوان يمكن حدا يشوفني طولت بالفيديو، بس اخواني يعذروني، قاعد بحكي لك قصتي قسما بالله ما بنافق معك فيها ولا بكذب عليك، بحكي لك اياها كما هي. والله العظيم من كتر ما كان السطح عند نظيف اقسم بالله العظيم كان عندي مشاحيف. المشاحيف هينا عايشات معي لهن 7 سنين. هينا هذا الحكي، انا لي 7 سنين متجوز. هذا المشحاف لو له لسان والله لا يحكي، والله لا يحكي. أقسم بالله العظيم كنت لما أنظف وأشطف السطح كل يوم أروح من الشغل 5:30 6 أطلع السطح. بالصيف أنتوا عارفين 6 يعني الدنيا نهار، بالشتاء الدنيا ليل. تمام، والله أقشط السطح وأفتح الحمامة طعميها قسما بالله الطير اللي بوسخ إني زي هيك ألحقه بالمشحاف. بالمشحاف ألحقه. أنا كنت بحب الحمام، بحب الحمام بس مش فاضي. هسه أنا فضيت وبحكيها ومش خايف. اللي صادني بثلاث 6 بـ5، واللي صادني بستة 6 بـ10، واللي صادني بـ10 6 بـ25. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. وإنك تعترف بأخطائك أنت بطل، ولما تكون بطل خارق إنك تعدل أخطائك. لما يجي واحد، لما أنت تيجي تعترف إنه انصاد لك، هذا مش غلط أبداً. وتعترف انك تسلوخت مش غلط ابدا. تمام، بس الغلط هاي برجع بعيدها، انك ما تسدش من اللي سلوخك. الغلط انه اللي صادك بواحد ما صدتوش بـ10. الغلط انك تضلك على ما انت عليه. تمام، وانا بحكيها وهي الفيديو مصور على اليوتيوب، يمكن يضلوا عايش لمدى الحياة. يمكن انت هسه شوف، تخيل يمكن ابني يوسف هسه عمره 6-7 أشهر، ابني يوسف يشوف الفيديو هذا يقول والله أبويا حكى كلمتين بالزمنات وأنا حضلني ماشي عليها. وإنت كمتابع أنا هيك بقول لك إنك ما تيأس. اللي بنصاد له 5 و6 و7 و8 ومش عارف يقوي، لا تيأس، لا حياة مع اليأس. فيا إخوان بعترف اللي صار فيه هذا، بس الحمد لله ما في حدا هسه بيقدر يقول لي اللي أنت حكيته غلط. لأنه اللي بقول لك هيك برجع على ذاكرته، بيعرف شو أنا شامطه وشو أنا عامل فيه، شو أنا عامل فيه. والحمد لله هاي فراخي طلعت العرجاني وعارف إنه راح ينصاد.
العرجان الأزرق طلعته وعارف أنه راح ينصاد. كان عندي شباب اثنين إذا صار ما صار راح أجيبهم على الفيديو. هدول الاثنين قلت لهم يا إخوان أنا راح أطلع العرجاني بس العرجاني راح ينصاد، وقلت لكم على الفيديو لما نزل عند صاحبي أنتوا عارفين أنه العرجاني فيه غلط، وطلعت ودزيت وخلطت فيه والحمام راحت وأجت وعجبت والحمد لله انصاد. أنا مش زعلان عليه. لازم تفهموا هاي وتحطوها يا إخوان حلقة بدنيتكم، إنه كل متعدي خسران بالصيد وفي كل إشي، ولا تيأس انصاد لك خمسة بكرة بتصدهن 100 ولا تقلق. خلينا نفتح الحمامات. الآن هاي الحمامات طلعن، أعطيهن دفعة أكل كمان عشان الطير يكون قادر يشيل حاله. وهذا فرخ يعني مثلا لو دب على اي دار وجعان حيحط، بس مدامه شبعان وشارب يعني ماكل وشارب، انا بالنسبة الي نسبة نجاته في الخليط 100% ان شاء الله. يلا هيني طالع لك، اصفر طالع لك، خليك كش بس. ها هيني طالع لك، طالع لك. اخ يا الله، عرفتوا كيف يا اخوان؟ طير نسبة نجاة بالخليط اذا كان شبعان وماكل انا بالنسبة الي 100%. ليش؟ طول ما هو ماكل وشارب يعني مش عطشان ومش جعان، طير بيعطيك مطار اكثر. ولو ركز معي، لو نزل عند حدا مش حيطلب اكل ولا راح يطلب مي، حيظلوا لابد في الزاوية زي البري، حيظلوا لابد في الزاوية زيه زي البري. فاللي حطته حيقول لك شو هذا، أنا محطة بري ولا محطة مثلا بوز؟ فبتفرق يا إخوان، هذا هي اللي بتفرق. فلازم أنا بصراحة يعني فراخي هاي بشبحها حتى لو ما بديش أصيد عليها، بس أهم إشي مدام ما صارت تمشي لازم تشبع على الأقل يعني ثلاث أرباع البطن، وقد ما تقدر تأكل تأكل. أنا بالنسبة إلي يعني ما بعرف، طول ما الطير بيجي فاتح جنحان ورافع جنحان وهو بأكل معناته جعان أو جعان زيادة. فأنا إيش بعمل؟ زي هيك خلص، شوف صفرة واحدة هسه بتلقاها على الرفصة، فزيش بس، لا تفزي لا تفزي لا تفزي، فزت الحق خلص. لما فزت ما بقدر، اذا فيش شيء لحقها بتاكل هوا هيك، لازم تلحق بعض كليتها. شوف يا معلم هسه شو بتعمل لك، مع انه اذا في شيء لسه مش مبلع الدراي اللي في تمه مشكله، هيضل مخنوق طول الطريق ويمكن يرجع ويمكن يفسد. كاني شايف الحردون هيك، والله شايف الحردون هيك مخنك، الحردون مخنك. الله يستر. اكتبوا لي بالتعليقات هل في امل، انا ما بعرف عشان تكونوا عارفين، هل في امل لو طير وهو طاير بالع اكثر من حبه دراي ولسه مش نازلات بحلقه، هل ممكن انه يبلحن وهو طاير؟ اكتبوا لي بالتعليقات، انا ما بعرف يعني، هاي بدها تجربه وبدها ناس فهمان فيها، انا ما بعرف، ما عمري صارت معي. يا اخوان الحمامات بلشت تحمي، هيها هاي في كشة جيتنا، ابصر لمين هاي؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 17 حبة وصلات عندي، بس واقعات ميتات. عينا تعال خلي القفك بواحد منهم بس، بس حظك. تمام هيها بلشت تحمي، طلعت في العالي. المشكلة يا اخوان ما بقدر اصور لك اكثر من 3 دقايق هسه، معي 3 دقايق بس. فانتو إذا بدكم تشوفوا شو صار نهاية الخليط هذا، احتمال نصيد شيء ما بتعرف، لأنه في كشة هي واقعة، كل طير قاعد بيرجع بترادح وبتصاخم وبتلاخم، انسى انسى، هي في 3 حبات طلعت علي. تمام؟ فبالحالة هاي ايش؟ احتمال نضقعه هذا اللي مطير، أنا ما بعرف مين هو، إذا أنا وياه صلح مش مشكلة، إذا أنا وياه صيد ابلع. تمام؟ إن شاء الله. فهاي الحمامات لسه قاعدة بتحمي، هذول الحمامات قاعدة تبحوا من هان، وأنا ما بقدر أصور لك أكثر من 3 دقايق، فسامحني يا كبير. سامحني يا غالي، هدول خلاص الفراخ لازم فطم. اينا شايفين خلاص فطم رسمي لازم.
بس انا هسه ايمتى بفطمهن؟ هسه بشو بعمل اليوم؟ بزتهن على الارض هم وهدول وبسيبهن للمغرب. المغربيات شو باجي بعمل؟ طبعا هاي الطيرة باضت وانا حضنت بيضها، حضنت تحتيها بيضة، البيضة الاولى من الكشامرة هدول والبيضة الاولى من البرابسة هدول، تمام حضنت. ايش باجي بعمل المغرب؟ بحبسهن هان وبعشيهن مع الفرخين هدول، بخلي هدول يعلموهم على الاكل، تمام، وخلص بحشرهن. هذا القرنفل اللي المفروض اني اكرشه بس والله ما انا فاضي، الحمام صارت تمشي وبقدرش امشي، بقدرش اكرش عليها. هاي الحمام ما شاء الله اجت، شوف هسه كيف انا بحمي لك اياها شوي. انا كل واحد بقول لك بتشر، شوف هسه انا امشي، شوف 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 الممشى هسه بتصير تقالب اكثر، شوف شوي شوي بتشد حيلها. هايها طلعت، بس ايش الحمام لسه مش حميانة، شوف كيف بتقالب، بلشت تبعد، شايفين مرة عن مرة بتبلش تشد حيلها. فانا احتمال يا اخوان اكملكم الحلقة الجاي، فاستنوا الحلقة الجاي في الممشى، لسه هاي ما طحنتها، لسه ما شديت عليها اكثر. وبعدين الجو اليوم احمى شوي، احمى من امبارح عشان تكونوا عارفين. هايها طلعت، شايفين، ايوه بوجهك، يلا مرة عن مرة بترجع، مرة عن مرة بتبعد، مرة عن مرة بتبعد، بتدلقوا في الثلاث حبات هدول، القفول الثلاث حبات هدول، عشان ايش؟ نخش لكم حلقة جديدة. الخير يا اخوان، اليوم الجمعة ومسكين على طبشيري، طبشيري اسود. امسك هاشم، تعي حطلعه، تعال كريم، تعال تعال، بحط تعي، اذا بتحط محط من بعيد بتجيبه يا معلم. تعي ولا تفزي، اعمل اي شيء يا فلت، يا حنا خلق ابو عرب، اركب هذا الشيء، هاي طبشير، هاي طبشير، هاي دير بالك والله رامي، تعي طلع. هاي لبس لبس لبس. تعال شو نقول على السطح؟ نقول على السطح؟ الحمام نشيطة يا عمي. بتجيرني يا. تعي. طيب كيف بزيد حاله؟ بس يا عم الحمام، حمام نشيطة. لا بتحط. حمام نشيطة، إلها ساعة ونص، ساعة وعشر دقايق، ساعة وربع. بتعود إن شاء دعي. دعي تعال اعرف صور. تعال بس بدي الكشميري، زلمه رفع حاله يا عم. لا الكشميري بعرف بطير انا. تعال سكر الباب معك. تعال عمي حمام الكشميري الاصفر مره نشيطه، بي حمام نشيطه، ها
حمام مش طبيعي يطلع. يا عمي بده يطلع. سكر خشة بس خلص سكر سكر حمام مش هتحط يا عمي الحمام بتطير ساعتين وهي البلديات طلع نكته يا زلمه فجرته شدت هوا قصة مش قصة هوا قصة حنان أصيل حنان مش هتحط هسه أصلا تعي شوي لو بتحط هيك يا الله لو تحط هيك الله حطبيه اطرفوه تعي الله ما انا عارف هلا هي فيها بنصها بس هذا حيضيعه هذا المطرف هذا بلدي هذا يا علي انت وبلدياتك تعي راح وقاعد انا ابو بشير مأخر ترى تعب طلع وين ترمي فيه انت طلع وين الحمام ترمي فيه اقعد هاشم اقعد تعي فيها صح هو فيه طيب يا اخي تعي 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 طير ازرق يا زلمه ديله نسي ليش هون وش هذا الفاير كشميري فيه كمان جي علينا هاي كشميري يدوك شايل حاله مرقع شايفينه اسود خلاص خلينا نبقى والله دعي 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 بشيري والله واقع يا الله دعي
طب تحط حط 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 قاعد زي ما انا والله العظيم، معي محير، معي طير، معي طير. الحمام وطيت هيو زي المحير زي البرامبيات والله. تعي 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 ان شاء الله تحط فيه الحمام محط صحيح. هيو والله زي البرامبيات والله العظيم. هيو دحض هي حط 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 الطاره بنص الطاره. محير والله العظيم محير. صلاه النبي عليه، اللهم بارك اللهم بارك. والله قعدتي لسه ما نزلت. تعي 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 صب فز. اذا ما رحت عليه وضربته طاره والله لا يفز. ما بستنى عليه. والله العظيم شوف هالحظ محلاه سبحان الله. طلع الغالي بلا بلا يا الله. هذا ما بستنى عليه على السريع، تعبان نازل فاتح تمه هيك ما بستنى عليه. صلاة النبي على الجمال. هسه بدي اقول لكم القصة عشان تفهموا انا ليش رحت على السريع ضربت. طلع شو قاعد بعمل انا. خل اقلب لكم الكاميرا. نفس الحركة بس قاعد ايش بحضر فيديوهات الفيسبوك، صفحة الفيسبوك بس عشان ما نوكلش كوبي رايت. منزل فيديو لصاحبي حمام للبيع، منزله عندي على عنده قهوة بترزق الله، فبتفرج الفيديو قديه جابه هيك والامور طيبة. طبعا انا والله العظيم والله العظيم بدي انزل، بس قلت والله ما بنزل الا لما الحمام تحط. طبعا اي كشيش اي مربي انتو عارفين ما بنزل من على السطح وحمامه طايره. ليش؟ بقول لك ممكن يطلع منها طير ويضيع ما عرفش وين راح، ممكن تخلطني قطعه تضيع لي حمامي وانا مش عارف وين رايح، ممكن يركب معي طير وانا مش عارف وين راح او كيف حط او اشي. فانا قلت ايش بنزل بتفرج على التلفون عبان ما الحمامه تحط، وانا عارف حمامي بتطول لما تحط. فايش عملت؟ التهيت في التلفون تمام، فالحمام مسكت برمة بتطلع عليها برمتها زادت. بحكي في اشي غلط والله العظيم. حمامي لما تزيد برمتها معناته معي اشي تمام، بالذات لما تمسك برمة سريعة. بتفرج زي هيك ايه ايش هذا والله العظيم اول مرة. قلت برامبلي قرقاطي، مسكت التلفون بلشت اصور. لما لف بين معي هومر محير الله يبارك. طبعا بس مش هذاك الهومر، بس محير تقدر تقول له محير، تقدر تقول له محير، ما بتقول له هومر، تقدر تقول له محير. هيا محير مرتب الله يبارك. طبعا صدنا اللوت هذا، هذا اللوت يا اخوان لون عينه زي زي زيتوني، زي لون عينها زيتي. هاي الحمام ردت شدت تمام، والحمام اصلا كانت شاده يعني هذا شكله جاي معها من العالي، بس انا عشان مش منتبه عليها مطنشها. هاي حطيها لا هذا لي مطنشها، فهذا السبب اللي خلاني ايش ما اركز لها الا على المحط. وهي اجى معها على المحط وحابه محترمه، حابه كويسه
طبعا لابس خلخولتين كل خلخولة شكل، يعني صاحبه الله يبارك لك في طيرك، بس إذا إله صاحب يعني يقول لي شو لابس، قل لي شو لابس وين تضع منك والله يخلف عليه خده، ما بلزمني يعني، حتى لو حقه 1000 ليرة، لو حقه 1000 ليرة والله يا أخوان ما بلزمني. حبة محترمة، شو صدنا مشخط لوت أو مشخط، والله أنا عارف اللي بفهم فيهم يقول لي تمام. طبعا أصبعه الصغير ملزق في أصبعه الكبير، بعرفش ليش، وهاي أتوقع من مواصفات اللوت، الله أعلم من مواصفات اللوت تمام. وهذا يا معلم هيو، هو مش هومر، ها ركزوا معي، أنا أول مرة قلت هومر لأنه كان فاتح تمه مش مبين معي. هاي طبعا ليش تسرعت ورحت ضربته، هذا خشن، والحمام طايرة أكثر من ساعة، أنا عارف حمامي إلها أكثر من ساعة طايرة، وعشان تكونوا عارفين بعد ما ضربت اللوت، بعد ما ضربت اللوت يعني الحمام، ضربت اللوت الحمام ضلت طايرة في العالي شدت، وأنا قعدت بدي أنزل، قعدت قلت خليها بس تحط اللوت، صار لي ضربه ساعة وقاعد بلعب بالتلفون برد على التعليق من هان، بتفرج على الفيديوهات من هان، بدور على قطعة أترزق فيها من هان، فلما حط قلت الطير تعبان فاتح تمه ونازل جوا الطارة، قاعد جوا الطارة قعود، وشوفت عينكم فيش مجال، الله يبارك. بحاول أجيب لكم كمان لقطة هو على البرمة فيها من الكاميرا إن شاء الله. هاي الطير الله يبارك، طير محترم هذا، إذا ما بين له صاحب بنكشه عنا إن شاء الله. هاي على الصماية يا دوب، طلع هاي نسر، يلا يعطيك كل عافية، حلوة الواحد يطلع من الصبح يصيد طيرين كويس.